مشاهدينا، السؤال الرابع بحلقة اليوم يقول شنو أصل كلمة توت؟ خلينا نشوف المتشارك معنا. المتشارك هاي، شلونك؟ زين. أخبارك؟ تمام، مبسوط. صوت؟ إيه. إن شاء الله دوم. أنت إيش فخذك؟ أنا من كويت، أنا كويتي. والنعم والنعم. زين، أكيد كويتي. إيه أكيد. شو اسمك؟ محمد مقبول. على شحم. محمد؟ مقبول محمد أفزل. شنو؟ محمد مقبول محمد أفزل مزارة. يعني ايش الكلام هذا؟ موزان. هلا والله. اسمعي ما يوجي. محمد تعرف توت؟ What is that؟ أنا تعبت على طاطي ده ما تلبش فيها بتبت شنفقة. توت. توت ستروبري. خبلة انت خبلة. متى صحيح؟ توت. What does it mean؟ توت means strawberry, right؟ بانجليزي دي يا مرسي. توت. توت means strawberry, right؟ أنا في حاجة غلط ولا هي؟ انزين. ما يعرف. توت شنو أصل الكلمة؟ What's the meaning of توت يعني؟ I don't know. بقالي ساعة بفهم فيك. وانت مخك مش معاك. توت يعني راسبيري، not strawberry. راسبيري، ها؟ Yes. You know where is it grown؟ Raspberry is mostly in India. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجة، عمال احكي لك بالصبح. India، كلمة هندية. Okay, thank you. Thank you. سويت فيني. ها، هلا. Yes. It is belonging India, mostly state of Bombay. مسختها. Bombay، بعد Bombay. يعني هو مو بس بالهند، بومباي. اوكي ثانك يو براذر محمد. بومباي لا لا، وانا اقول ستوبري. بومباي لا، سويت فيني فيصل. انت اللي بتموتي في قلة الادب. من كثر ما ضحكت والله عيني دمعت. يا بناي. لا وانا اقول ستوبري. صدق هذا كويتي؟ متشذب يقول انا كويتي. هبت لاي مش حتى هبت لاي.